بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات. ورسميا وزارة التربية والتعليم تعلن غدا الثلاثاء الموافق 21/9/2021 نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح مرتفعة جدا، وكمان إتاحة التنسيق للطلاب وفق الأماكن الشاغرة. تعتمد وزارة التربية التعليم والتعليم الفني غدا الثلاثاء الموافق 21/9/2021 نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع أنه لن يتم اعتماد النتيجة قبل غدا الثلاثاء الموافق 21/9/2021. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، والبالغ عددهم قرابة 140,000 طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تتم على غرار الدور الأول بشكل إلكتروني وفق نماذج إجابات متعددة. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جاري الآن مراجعة النتيجة بالكامل وتجميعها تمهيدا لإعلانها واعتمادها غدا الثلاثاء الموافق 21/9/2021، لافتة إلى أن النتيجة في المراحل الأخيرة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وسوف تكون النتيجة جاهزة اليوم الاثنين بعد مراجعتها أكثر من مرة، لافتة إلى أنها ستكون مبشرة جدا جدا للطلاب الدور الثاني الذين أدوا الاختبارات. فيما كشفت مصادر مسؤولة بالوزارة أن النسبة العامة للنجاح بنتيجة الدور الثاني ستكون نسبة مرتفعة جدا، وكل من أدى الامتحان وحقق المطلوب منه داخل ورقة الإجابة سوف ينجح. وتم مراعاة الطلاب أثناء التصحيح داخل الكنترولات، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة التنسيق لطلاب المرحلة الثانية وفق الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد الحكومية المصرية. وبكده يكون عرفنا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني. دمتم في أمان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.